دوكا هاهو دوك تشوفي نقطعو فوالا. جيبي ناسيات نجيب لا بلانش يا ربي من راهي هاديك هنا. جيبو لا بلانش فوالا. شو كيفاش راني نقطع فيه؟ هاوليك هاوليك هذا هو هذا سي دو بواسون فيلي. ريحتو هايلة. هذا من بعد نرمي في لاصوص طوماط في بلاصة تعمي الدجاج فوالا هايليك. هاي باكيت شي يعني فوالا هاوليك. صافي دي بواسون سي دوك نعمي نعاود نجي نقطع الاخرين فوالا. نعميتو في لاصوص طوماط ما قليتوش باسكو طري بزاف خوتي تفتتلي فوالا طري بزاف بزاف بزاف. ما فيش الشوك تخافيش حد الدراري ولا حاجه فوالا. غير نفطو النار رز بالحوت فوالا فوالا. تشوفو هاديك هاهو دوك نديرو داخل المرميطة. شوفو هايليك شوف هاكو تشوفو لا 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 فوالا هايليك. فوالا دوكا نخليه يطيب نخليه يطيب الداخل فوالا. والرز تاعي ها هو راهو يطيب ولا صوص طوماط تاعي بالحوت ها هي راهي طيب. ودوك كاني كملت صوص طوماط يطيب في عقلها كل حاجه تطيب في عقلو فوالا. الرز راهو نقصت النار نقصت النار للرز نحركو شويه راهو يطيب غير بعقلو الروس. دوكا راني كملت حاجة يطيب وكي يطيب ونسقي وتشوفو لاصوص طوماط كيفاش جاتني مع مع الحوت هذا اللي درتو اليوم في بلاصت تاع ميكروفيت بلاصت تاع الملحم في كل حاجة ديري غنميت هذا لي روندا دو بواسون فيلي فوالا. قطعتهم ورميتهم في لاصوص طوماط بيان سيزوني لاصوص طوماط. هاكو شتوها كيفاش واش درت لها لاصوص طوماط لي زيبيس كامل لي زاب دو بروفونس ودرتها ونشوفو من بعد كي يطيب نعاود نرجعلكم الخبر كيفاش جاتكم. بون دوك شويه هكذا غير يطيب نعاود نولي ليكم استناوني وما تروحوش اتو تالي ريفي.